حميد، ازيك يا كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ عامل اخبارك يا ايه؟ نجم؟ كله تمام الحمد عامل لله. جيم كويس قوي، بتتحرك كويس، بتوصل المرمى، لكن النهارده في حاجه غريبه، الفرص اللي ضاعت يعني، والكره دي بالذات. حضرتك عارف هو بس في سوء توفيق، لكن الحمد لله. يعني انا بعتبر الماتش دوت يمكن من افضل الماتشات اللي عملتها من 3 سنين. ايوه، عملت كل حاجه في الكوره، كنت بستلم تحت ضغط كويس، كل حاجه بتتعمل في الكوره عملتها، لكن بوصل، بتحرك، بعرف اوصل لجول سهل، لكن الحمد لله يعني مفيش توفيق يا كابتن خالص. يعني انا مش عارف بصراحه، اول مره يعني، ممكن حصلت لي مره قبل كده، لكن النهارده غريبه، يعني غريبه. حتى الكوره اللي كريم مصطفى شاطها ورد التاني دي، انا مش عارف، انا حطيتها خلاص ضمنتها وراجع عشان احتفل بقى ان احنا جبت جول وكده، لقيتها راحت بشكل غريب. مش فاهم، في حاجات في الكوره ما بتبقاش مفهومه، زي ما ممكن في بعض الاوقات بتبقى رايح بتعمل دورك كمهاجم والكره بتخبط فيك وبتخش. النهارده انت بتعمل كل حاجه عشان تجيبها، مش عايزه تخش، مش عايز. فسبحان الله، يعني حاجه ترجع لتوفيق ربنا يعني. اكيد عملت حاجه في اليومين اللي فاتوا دول. حاجه مش مظبوطه. لا والله يا كابتن، مش عايزه تمشي النهارده. لا اصل لا دايما والله بص، لعيبه الكوره احنا كلنا لعيبه كوره، ففي حاجه ساعات الواحد يبقى نازل الماتش حالته يقول لك ربنا مش هيكرمني النهارده، في حاجه حصلت. لا بص يا كابتن كريم، والله يعني انا بقالي 3 ايام عندي احساس ان انا كنت هتصاب اصابه جامده يعني النهارده. فكان عندي احساس ان فانا ما بخافش، يعني انا ما بخافش، الحمد لله بعتمد على ربنا في كل حاجه. طبعا. فطول النهار قاعد اقرا قران من اول ما صحيت لحد الماتش، وقاعد استغفر ربنا، يعني الاحساس ده جاي لي ليه يعني. فالحمد لله ان ربنا، يعني الحمد لله ان ربنا جعل الابتلاء في اللعب، يعني في حاجه زي كده يعني. لا انتوا عملتوا جيم، انا يعني لسه من شويه بتكلم، عاملين جيم كويس قوي، راكبين الماتش، كرة بتوصل، يعني انت وصلت 4 5 مرات انت لوحدك غير الفرص الثانيه، لكن في سوء توفيق النهارده النادي المقاولين. يعني مباراه اقدر اقول ان المقاولين كان ياخد 3 نقاط بسكور كمان، يعني ممكن يكسب 2-3 بالظبط. اكيد يعني انا 4 تجوان لازم يجوا الـ4. فالحمد لله طبعا، انا يعني بعتذر لزمايلي. لا عادي، هي الكوره كده عادي، كلهم والجهاز الفني، لكن مش قصدي. لكن وقبلها برضه كابتن كريم، يعني الحمد لله ماتش سموحه عملت ضربه جزاء وجبت جون التعادل، والماتش طبعا اللي قبليه جبت جون، طبعا وفي ماتش الجيش جبت جون. فالحمد لله الواحد ماشي بخطوات كويسه، لكن النهارده مفيش توفيق يعني. على فكره انا قلت من شويه انت مش وحش، على فكره انا قلت انت كويس جدا وبتوصل وهايل، وتحركاتك واستلامك وكل حاجه، لكن الحظ النهارده، التوفيق، الفينش، الحاجات دي بتاعت احمد علي. يعني في واحده النهارده انت استخدمت فيها القوه اللي هي الكره اتعملت لك وبقيت انفراد، عملتها جامد، خبطت في علي لطفي. ايوه الكره دي بتاعتك انت على طول، في زاويه بتحطها جامده. والله يا كابتن كريم اقول لك على حاجه، يعني الطبيعي ان حراس المرمى ما بيقعدش في مكانه، يعني الطبيعي ان حارس المرمى حتى لو انا شطت بقوه، الطبيعي ان حارس المرمى بي 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 بيعمل تراي، بيعمل اي حاجه، يعني بيحاول يجيب الكوره او بيحاول يتوقع. فهو سبحان الله يعني، معلش مفيش مشكله، معلش يعني مفيش، مش عاوزه تخش يعني. كابتن عوده جابك كده بعد في الشوط الاول، بعد الفرصه الرابعه او الثالثه، وحضنك وقال لك معلش انسى اللي فات وحاول ركز في اللي جاي. احمد، الو، بقول لك كابتن عوده جت لقطه كده في التلفزيون جابك وحضنك كده وقال لك معلش وكبر دماغك وركز في اللي جاي. اكيد الكابتن عوده يعني اخ لينا، وقبل ما يكون مدرب وكل حاجه، وهو بيقول لي النهارده مفيش توفيق وبتاع، لكن بيقول لي ان انت عملت كل اللي عليك وكده، وانا بشكره وبشكر الباشمهندس محسن صلاح رئيس الشركه، والباشمهندس محمد عادل نزل لي بعد الماتش وقال لي انا جاي لك انت مخصوص، وقال لي انا شايف ان انت يعني كنت كويس قوي النهارده، كنت جامد، لكن هي مفيش توفيق، فبشكره يعني. مفيش مشكلة يا أحمد، إن شاء الله بالتوفيق في الماتشات القادمة، وهارد لك النهارده الفرص دي. ويعني أنا كنت شايف إن مباراة النهارده المقاولين يستحق الـ3 نقاط، ولكن هي دي كرة القدم، مش شرط زي ما قلنا قبل كده. بشكرك طبعا أحمد علي، مهاجم نادي المقاولين.